نظرك. من وجهة مظبوط من وجهة نظرك. طيب هنمسكها من الأول كده من ألف للياء. تمام. قصة عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي من ساعة فيهاش من ألف للياء، هي عادي يعتبر من ألف للياء بينهم حرفين ثلاثة بس مش الباقي يعني. إيه اللي حصل من ساعة ما محمد الشناوي حصل الكلام بينه وبين حكم المباراة لحد ما طلعت العقوبة لحد ما خففت؟ زملكاوي يعني؟ لا مش زملكاوي، حاجة زملكاوي صحيح. دايما بقرا التعليقات ديت على الفيسبوك وعلى تويتر. اسأل أحمد جلال نبقى نسأله بعد الهوا. حاجة زملكاوي؟ أنا قريب. لا أنا أهلاوي. أنا أهلاوي قبل ما أدخل اتحاد الكورة. تمام. بعد ما أدخل اتحاد طبعا أنا رئيس نادي الحمول، فأنا أقاليم يعني. لكن محمد الشناوي برضو من الحمول تقريبا. ده ابني. عشان كده خففت له العقوبه. ده ابني. طب ما هو العقوبه خدها وانا موجود برضه. ما هو خدها وانت موجود رحت مخالف. لا لا ده ابني وكتير جدا، وتريزيجيه وحسام غايل، كل دول من عند يعني من منطقتنا. احسن ناس. ملهاش علاقه يعني. طيب. بالعكس ده انا الهجوم كله جه من الطرف النادي الاهلي. الموضوع مش كده. طيب ايه بقى اللي حصل؟ الموضوع باختصار الاول، كيف تتخذ ترتيب قرارات الاتحاد فيما يتعلق بالمسابقات او بشؤون اللاعبين او باللجان الفنيه المختلفه. تمام. انا ماليش دعوه بالسنه وشويه اللي فاتوا. انا اقول لك السيكونس اللي ماشي طول العمر. اوكي. اللجان الاتحاد كلها بتجتمع واداراته يعني اللجان احيانا في انت بتمشي بلجنه او باداره. ده بتتخذ توصيات. تمام. مش بتاخد قرار نهائي. التوصيات دي بتتوضع في محضر وبيعرض على مجلس اداره الاتحاد. تمام. تمام. اللجنه الوحيده اللي بتمشي جواباتها قبل ما المحضر يعرض هي لجنه المسابقات. ده تاريخيا بقى من سنه 21 كده وانت جاي. تمام. بتمشي جواباتها اللي بتبعتها للانديه. بيمشي لان ممكن في لعيب مثلا واخد 3 ماتشات واخد 4 ماتشات، فبكره في ماتش وبعد بكره ماتش والمجلس ما يلحقش. أيوة. وهكذا. لكن بيعرض الامر بعد كده على مجلس اداره الاتحاد. لكن لا تعلن الا بعد ما يعرض. ده بيمشي الجواب يعني. أيوة. بيبدا بس تعلن. لا بيبدا التنفيذ كمان. بيبدا التنفيذ تعلن من الاتحاد يعني. الاتحاد يقول لنا ايقاف كذا 5 ماتشات او ماتشين. وبعدين يروح يراجع القرار. المسابقات الوحيده هي اللي قراراتها بتمشي. ثم أيوة. ثم اللي هي او توصياتها بتمشي. ثم بعد كده لو في مراجعه من حق مجلس اداره الاتحاد ان هو بيعتمد كل قرارات اللجان ما عدا لجنتين اللي هي اللجان القضائيه اللي هي لجنه الانضباط ولجنه الاستئناف، دول لهم قرارات. تمام. حضرتك استاذ منطق يعني دايما بتمشي كل حاجه المنطق. انا بقول لك بس فهل انت مستعجل فما انا عايز بس اصل القرار بيعلن بعد ما بيصدر ويراجع مش بيصدر. اقول لك السيكونس ولا انت يراجع وانا ارد؟ لا انا عايز السيكونس من حضرتك. تمام. يلا. الموضوع بمنتهى البساطه. اللجنه بتطلع محضر. تمام. ما عدا المسابقات، لان المسابقات ده ممكن يبقى فيه ماتش تاني يوم. ففي اللعيب ضرب الخصم بدون كره. تمام. المسابقات هتبص هتقول والله ده ياخد 3 مباريات، ففي ماتش بعد يومين او بعد 3 مفيش اجتماع مجلس. فبيمشي طبقا للمنشور او للائحه العقوبات اللي صدرت. تمام. خلاص. بعد كده بيعرض الامر على مجلس اداره الاتحاد. المسابقات بتاخد اللي قدامها، اللي قدام المسابقات ايه في الواقعه دي؟ إيه؟ ان الحكم كتب في تقريره ان هو بعد المباراه اللاعب توجه اليه وقال له انا كابتن الفريق، فبعدين الحكم راح يروح يتوجه لغرفه خلع الملابس فاللاعب مسكه من ذراعه. تمام؟ ده اللي مكتوب في التقرير. قصاد التقرير ده الحاله بتوصف. تمام. اداره المسابقات وصفت الحاله ان الحاله دي سلوك غير رياضي. تمام. تجاه الحكم، فسلوك غير رياضي تجاه الحكم المنشور اللي مذكور في لائحه العقوبات انه بياخد 4 مباريات. تمام. تمام. اوكي. فارسل الخطاب وغرامه 20,000 جنيه. فارسل الخطاب على هذا الاساس. تمام. تمام. بعد كده كان في اجتماع بتاع مجلس اداره اللي فيه او اجتماع اللجنه، هو خلاص هو صلاحيات مجلس اداره، فاجتماع مجلس اداره فقاعد اللجنه وتم استدعاء اللجان الفنيه المختلفه. طب قبل ما نروح لبعض القرارات في حاجات في النص حصلت، ان انتوا اعلنتوا القرار اللي هي 4 مباريات خلاص المسابقات، والاهلي طلع بيان بينتقد فيه. لا لا ماليش دعوه. لا لا ده موضوع تاني. دي مش حاجات في النص خالص. رحتوا طلعين بيان قلتوا انا هقول كل واحد بقى كتب ايه على النت كمان. لا انا بتكلم على اللي هنا جوه الاتحاد. تمام. في اجتماع تاني يوم في لجنه الحكام اللي هي اللجنه المسؤوله المسابقات، من وجهه نظر المسابقات عملت اللي هي شايفاه. لجنه الحكام قالت والله الحكم المساله كان يستوجب انه يديله العقوبه الاداريه الانضباطيه. ايه هي العقوبه الاداريه؟ وده كان موجود الكابتن وجيه وكان موجود الدكتور عزب وقتها كان موجود. فقال والله هو كان لازم يديله الكارت الانذار. طب لو ما ادوش انذار في الملعب كان يقدر يدخل الاوضه وينادي الاداري بتاعه يقول له اللاعب فلان عنده انذار. وده كان هيكون الانذار الثاني، لان واخد انذار في الدقيقه 80 بالظبط، الانذار الثاني في المباراه، فكان هيبقى الطرد لسابق انذاره ودي تستوجب الايقاف لمباراه واحده. تمام.
بس ده بناء عليه يعني انذار اعتباري. في حاجه اسمها انذار اعتباري؟ ده مش اعتباري، احنا اعتبرناه خد انذار رغم انه ما حصلش. لا لا خالص، لا لا اللجنه قالت والله كده اعتباري. فالمساله لا مش اعتباري، ده القرار الصحيح من الحكم في الوقت ده اللي كان المفروض الحكم ياخده. فالمجلس اللي هو من حقه ان هو يرفع العقوبه او يقللها او يشيلها او يعليها اتخذ قرار بايقاف اللاعب مباراه واحده، مباراه واحده بعد ما كانت اربع مباريات، وبالتالي بعد ما لان ما فيش، ما هو الناس يقول لك ايه طب خلوها ماتشين، ما فيش خليها. أيوة. هي كده يا كده. طيب هنا رحت قلت احنا ما بندفنش راسنا في الرمال لو ما بنكبرش. حصل طالما حصل، ايوه طالما حصل، ايوه طالما حصل خطا. ايه هو؟ ايوه ما هو قالوا ان كان يستوجب انه يحصل على الانذار الثاني وما حصلش، ففي خطا حصل، فاحنا نكابر ولا الخطا يصحح؟ بس ده الموضوع. ما تمش تصحيح الخطا بجزء خطا اخر وهو ان احنا اعتبرناه خد انذار؟ ما اعتبرناهوش، مفيش حاجه اسمها اعتبرنا. هو الموضوع المفروض يتعمل من اللجان الفنيه. الناس قالوا رايهم، لجنه المسابقات عملت ما ترى او اداره المسابقات عملت ما ترى صحيحا من وجهه نظرها. وانا ما بغلطهاش، هي في اللي جالها كده. لما اجتمعت كل الادارات وكل اللجان قالوا لا احنا شايفين ان العقوبه دي كان المفروض تبقى كده. فالمجلس لبى المساله. البعض قال وقتها ان احمد حسام عوض اللي هو تربطه وصله صداقه قويه بمحمد الشناوي الى جانب علاقته بالنادي الاهلي باعتباره عمل هناك، يعني هو كان ليه يد في اصدار هذا القرار او تخفيف العقوبه من اربعه الى واحد. لا هو اللجنه الثلاثه لهم يد، مش احمد بس. آه. اذا كان هيحسب الشناوي، يعني انا الاربعه مشي وهو قدامي والواحد مشي وهو قدامي. آه. اذا يحسب الشناوي فانا بقول لك ده ابني، ده انا مختاره من اختبارات الناشئين وعنده 8 سنين. تمام. يعني ما فيعني عشان ما اظلمش احمد. تمام. طبعا الراجل في الاخر التصويت في النهايه بعد ما خد، على فكره احنا القعده دي حضر فيها اكتر من 12 واحد من الاتحاد. الثلاثه بتوع اللجنه، انما احنا الثلاثه تانيين. لا لا، والمديرين منهم. تمام. مثلا الاستاذ حسين حلمي، كابتن وجيه، الدكتور عزب، الاستاذ وليد العطاء، كل دول. آه. كانوا موجودين في، الدكتور مصطفى عزام، كل دول كانوا موجودين. تمام. في الـ في الـ في المناقشه والحوار على فكره. آه. لكن في الاخر التصويت كان للثلاثه. تمام مفهوم.